نعم، ربنا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا أسلوب حصر، ما خلقهم الله إلا لهذا الشيء، فخلقهم لعبادته وأمرهم بعبادته. الدليل أنه خلقهم لعبادته قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والدليل أنه أمرهم بعبادته قوله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والمطلوب منكم أخواني الكرام وأبنائي أن نجتهد في حفظ أدلة التوحيد. فالناس اليوم على جميع طبقاتهم لا يدعون لتوحيد الله عز وجل، حتى من يسمون أنفسهم دعاة إلى الإسلام عندهم ضعف شديد في دعوة التوحيد، بل بعضهم معدومة دعوة التوحيد عنده، لا يدعو إلى توحيد الله عز وجل، يدعو إلى سياسة، إلى مظاهرات، إلى انقلابات، إلى الأموال، السرقات، الإيداعات، الفساد، لكن التوحيد ما يجعلون فيه لا أولوياتهم ولا حتى في جدول اهتماماتهم. فإذا أهل التوحيد أيضا كسلوا وتقاعسوا عن دعوة التوحيد فمن يبقى للتوحيد؟ مع أن دعوة التوحيد هذه لأنفسنا ولا لا؟ إن ربنا جل وعلا ما خلقنا إلا للتوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليوحدون. فإن لم نتسلح بالعلم بالآيات بالأحاديث بالحجج بالبراهين فإن لا نستطيع أن ندعو التوحيد، بل نكون عرضة أيضا لأن يذهب منا التوحيد. يمكن واحد يلقى علينا الشبهة ما نعرف نجيبها، ربما شبه علينا، ربما لبس علينا. واليوم مع وسائل التواصل والواتساب والجروبات هجوم من قبل المشركين، من قبل الروافض، من قبل النصارى، من قبل اللي يسمون أنفسهم بالتنويريين الظلاميون، هؤلاء كل هؤلاء اجتمعوا وين اختلفوا فيما بينهم؟ اجتمعوا على ماذا؟ على ضرب دعوة التوحيد على طول، يلقون بالشبه. فلا بد أن نتسلح وأن نتقوى. هذه الآية العظيمة ماذا قال الله قبلها؟ ماذا قال قبلها الآية هذه؟ قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، قال بعدها مباشرة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أعظم ما يذكر به الإنسان نفسه والآخرين قوله جل وعلا ها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم.